خلينا نشوف، طالما تحدثتوا عن الهدافين، نشوف تقرير عن صراع الهدافين مع زميلنا عبد العزيز الحرباني. هي أساس وملح وجمال كرة القدم، من غيرها قد تحضر الإثارة ولكنها مرة المذاق. الجماهير دائما ما تتراقص بها فرحا أو تندب حظها حزنا، ألا وهي الأهداف. في دوري زين السعودي للموسم الحالي بلغ عدد الأهداف حتى هذه اللحظة 235 هدفا من 68 مباراة، بمعدل 3 أهداف تقريبا في المباراة الواحدة. هذه الأهداف تنافس على إحرازها اللاعبون الأجانب والمحليون، حيث بلغ عدد الأهداف التي سجلها اللاعب الأجنبي 110 بنسبة 48.46%، أما اللاعب المحلي فاستطاع أن يسجل 117 هدفا بنسبة 51.54%. وحينما نلقي نظرة على ترتيب الهدافين نشهد مزاحمة كبيرة من اللاعب الأجنبي على الصدارة، حيث أن الـ10 الأوائل في الترتيب من بينهم 7 لاعبين أجانب مقابل 3 لاعبين محليين فقط. أول الترتيب هو البرازيلي ويسلي لوبيز محترف فريق الهلال بـ11 هدفا، يليها الكنغولي دوريس سيلمون مهاجم فريق الفتح، والسعودي ياسر القحطاني كابتن الهلال بـ8 أهداف. في المركز الرابع مهاجم الشباب سبستيان تيغالي بـ7 أهداف، وخامسا البرازيلي إيلتون جوزيه لاعب الفتح بـ6 أهداف. صراع الأهداف يحتدم ما بين اللاعب الأجنبي وابن البلد، أيا كان أول الترتيب فهذا لا يعنينا، كل ما يهمنا كمشاهدين هو الاستمرار في ممارسة هواية هز الشباك وإضافة لغة المتعة في كل مباراة. سامي، مباشرة 5 من الهدافين الأوائل باستثناء ياسر أجانب، والمنتخب ما فيه ريكارد يعاني من الهجوم، نفس كلام محمد، عندنا مشكلة إنه الأجانب ماخذين المكان السعوديين وما في فرصة له. طيب من أول سعودي موجود؟ ياسر. ما عندنا إحنا أصلا مهاجمين. كيف؟ ما عندنا مهاجمين، نعاني في المحور. نتكلم من أول مهاجم موجود في الهدافين. أنا أقول لك في الهدافين، يعني في الهدافين ياسر. إيه يعني ياسر هو متى برز ومتى بزغ نجمه. إحنا نعاني في الكرة السعودية من عدة مراكز معينة، مثل المحور، مثل رأس الحربة، ما في عندنا مهاجمين. هذه يعني عشان هذول اللي جايين وغصبا عنك لازم تلعبهم لأنه أجنبي ولازم المدرب يثبت إنه خيار. طيب صح، والسعودي يلس في الدكة، عشان كذا بيصير. شلون لو حتى أضيف عليها عادل إنه ممكن يعطوه الشرف يزعل. شفت بيفزع معي. لا 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 لا, 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 لا هذا الكلام غير سليم. طيب الجيد يفرض نفسه، مهما عيسى المحياني اشتكى من إنه حبيس الدكة في الهلال. أين عيسى المحياني مع الأهلي؟ يعني هو ولا الكوري الموجود؟ الكوري حيمشي لما كان مع الهلال. الكوري حيمشي. كان الكوري يلعب وغصب الا يثبتون انه كويس. طيب وين عيسى المحياني مع الاهلي؟ طيب اتركنا من الهلال والكوري، ترك يعني عشان اثبت لك بس انا طبعا ما عيسى المحياني من احد النجوم اللي نعتز فيهم ونفتخر فيهم، والاهلي ايضا كذلك احد الانديه اللي نفخر ونفاخر فيها، لكن انا اقول لك هذا على سبيل المثال، اقرب مثال. انت جيب لي راس حربه الان، اذكر لي راس حربه هداف. يوسف السالم. يوسف السالم ليس بالهداف اللي انا ما احكام الاحترام على فكره، حتى بالطريقه اللي تواجد فيها مهاجم واحد وما ذلك وجد نفسه. ما اختلف معك، كان يوسف السالم هداف، لكن ما هو ما هو تتكلم عن إيه؟ وجهه هو نظري إيه؟ انا ابغى هداف لا يكون مثل ياسر في عز الطموح. انا احنا كل الموجودين مو مقنعيني، لكن اتكلم بالموجود 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 الان. بس ليش انه ما يوسف السالم ليش طيب ما اثبت نفسه مع المنتخب؟ ليش كويس على كثر الاستدعاءات، يحضر في كل مباراه ويسجل. بس ليش انه موجود؟ لانه ما عنده منافس اجنبي ينافسه، كان تيغالي يلعب مع موجود بعض. الاتفاق جايب راس حربه، لكن يوسف السالم ده هو اللي شارك الان. طيب عموما هروح فاصل وبعدين نتابع الجزء الاخير من الملعب وفيه.
في فقرة حياتهم في السعودية العماني إسماعيل العجمي.